رئيس مجلس النواب نبيه بري شؤون المطلبية ونقابية وخاصة القوانين التي أنجزت في الجلسة التشريعية الأخيرة، وذلك خلال استقباله رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر وأعضاء الاتحاد. الأسمر صرح بعد اللقاء أن الزيارة هي للمعايدة وشكر الرئيس بري على المجهود الكبير الذي بذله من أجل إقرار القوانين التي تنصف الطبقة العمالية والأساتذة في القطاع الخاص، وشكر أيضا لأنه دولة الرئيس أكد لنا على استمرار دعم الأدوية السرطانية بعد الاجتماع الذي عقد مع دولة الرئيس مئاتي وزير الصحة وحاكم مصرف لبنان. وهذا التأكيد الصادر عن دولة الرئيس نشكره عليه أكثر وأكثر، وبنقول أنه قانون التقاعد والحماية الاجتماعية هو قانون مفصلي بحياة الحركة العمالية. هذا القانون لم يكن ليصدر لولا إصرار الرئيس بري ولولا المتابعة التي حصلت ودعم دولة الرئيس لمبدأ الزيادات بكل القطاعات وخاصة بالقطاع الخاص. وسوف نباشر نحن كاتحاد عمالي عام الدراسات والنقاشات مع الهيئات الاقتصادية لرفع الحد الأدنى للأجر ورفع تعويض النقل بعد رأس السنة بعد الأعياد. الرئيس بري عرض أيضا الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والتطورات الميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وشؤونا تشريعية خلال لقائه النائب غسان سكاف، الذي لفت إلى أن الوجهة المقبلة ستكون للتحرك الدولي والإقليمي باتجاه لبنان وباتجاه الرئاسة اللبنانية. كل المعطيات تشير إلى أنه الملف الرئاسي يتقدم مجددا في سلم أولويات المجتمعين الدولي والإقليمي بالتزامن مع تقدم المفاوضات التي تجري من أجل وقف إطلاق النار أو الهدنة التي نتوقع أن تحدث في غزة. يبدو أنه مرحلة حسم موضوع الاستحقاق الرئاسي ستبدأ بعد عطلة الأعياد. إذا الملف الرئاسي أصبح في لبنان أولوية إقليمية، علينا أن نعمل ليصبح الملف الرئاسي أولوية داخلية. طبعا علينا ترتيب بيتنا الداخلي لنستبق أي مفاجآت ميدانية أو سياسية ممكن أن تحصل. طبعا كلنا نعرف أنه الرئيس بري كان وما زال صمام أمان للبلد، وهنيته على حسه الوطني وإدارته بحنكة للجلسة جلسة التمديد لقائد الجيش. بهالطريقة يلي تمت استطاع الرئيس بري أن ينزع صاعق تفجير لا سمح الله للمؤسسة العسكرية. نحن نريد أن نقول هنا أيضا أنه لمن يحضر لطعن بما تم الاتفاق عليه أو التصويت عليه في التمديد للأجهزة الأمنية، عليه أن يعرف أن ما كتب قد كتب وأنه تضييع الوقت ليس في مصلحة لبنان. كما التقى الرئيس بري سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان.